مشاهدينا أهلا بكم. حذر خبراء أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيروس شمعون 2 المدمر، والذي ينذر بتهديدات إلكترونية خطيرة تدار من قبل جهات خارجية في محاولة منها لاقتحام الأنظمة الإلكترونية لعدد من الدول عبر أهم المؤسسات الحيوية فيها. مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية العقيد المتقاعد رائد الرومي صرح حول هذا الموضوع أن مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تبين كمية الهجمات الإلكترونية على دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ألحقت الضرر بالقطاعات النفطية والمصرفية وبعض المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، مما ينذر بتفاقم الحرب الإلكترونية ويوضح مدى تطورها بشكل يؤثر على الأمن القومي بدول المنطقة. وأضاف الرومي محذرا المستخدمين من انتقال هذه الهجمات عبر البريد الإلكتروني من خلال إرسال رابط ملف للبريد الإلكتروني يحمل اسم دوك، يعمل على تعطيل الخدمات أو إيقافها بشكل نهائي بمجرد القيام بفتحها.